السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ما تنسوش تدعوا لاخواتنا بالفرج القريب ان شاء الله. بقالي فتره بتسال عن ساعه سمارت تكون مواصفاتها كويسه وتدينا تجربه حلوه فعلا، بس تكون بسعر اقتصادي، سعر حنين اي حد يقدر ان هو يشتريها. طبعا الساعات السمارت بقت حاجه شبه رئيسيه في حياتنا، يعني انا شخصيا ما اقدرش استغنى عنها. تلعب بقى رياضه، بتقيس لك الرياضه بتاعتك، بتشوف منها نوتيفيكيشنز عشان ما تحتاجش ان انت تطلع موبايلك، وممكن ترد كمان على المكالمات من خلالها. فوظايف كلها اساسيه، واعتقد ان خلاص ما بقاش حد يحب يستثمر في الساعات الكلاسيكيه القديمه الا لهواة الساعات الكلاسيكيه، واي حد بيفكر يدفع مبلغ في ساعه دلوقتي بيتوجه للساعات السمارت. النهارده هجرب معاكم ساعه سمارت اقتصاديه ادتني اداء وتجربه كويسه جدا، والاجمل ان الساعه دي ليها ضمان، يعني مش زي الساعات اللي احنا بنشوفها في السوق بسعر قليل وفي اخر تجيب الساعه دي لو حصل لها حاجه ما تعرفش تصلحها، لا الساعه دي ليها ضمان حقيقي سنه لما بتشتريها، ده غير كمان ان هي عليها خصم 10% لفتره محدودة. الساعة اللي معانا هي اورايمو واتش 2R، وبراند اورايمو لو انت بتعرفوش براند نشيط جدا في السوق المصري الفترة اللي فاتت، بينزل منتجات كتير بمواصفات كويسة وتجربة حلوة وسعر رخيص اقتصادي يقدر اي حد ان هو يشتريه وبضمان. وادي الساعة دي حاجة كده في الشياكة، فايدك عليك الجميل وتعالوا نشوف حكاية الساعة دي. نبدأ بالتصميم. الساعة هنا بتيجي بتصميم دائري كلاسيكي شكله شيك، مع الفريم بتاعه معدن، التخانة بتاعته حوالي 11 ملي، مع زرار جانبي لتشغيل خواص الساعة، والاستراب بتاعها او زي ما بنقول عليه الاوستيك يعني هنا 22 ملي، بيجي معاه في العلبة الاستراب اللي راكب عليها اللي هو من السيليكون، والسيليكون اللي هنا ناعم مش هيضايقك ولا هتحس ان انت لما بتعرق بيضايقك في ايدك، بس انت تقدر طبعا تغير الاستراب ده، لان هو بقى الفكرة ان هو متوافق مع معظم الاسترابات اللي موجوده للساعات السمارت الاغلى منه. ممكن تشتري يا باشا استراب جلد او استراب ميتال او ايا كان اللي انت عاوزه وتحطه على الساعه، واكيد طبعا هيبقى شكله اشيك وافخم بكتير من الاستراب السيليكون اللي هنا. يعني انا مثلا جربت اركب الاستراب الجلد بتاعي البني بتاع الساعه الواوي بتاعتي وركب على الساعه هنا وكان شكله حلو جدا زي ما انتم شايفين. مع شاشه بحجم 1.39 بوصه، هنتكلم عنها كمان شويه، مع وزن خفيف جدا. الساعه دي انا حرفيا مش حاسس ان انا لابس حاجه في ايدي، وزنها تقريبا 40 جرام، وده طبعا عشان الساعه نفسها الجسم بتاعها خفيف والاستراب السيليكون ده خفيف جدا. لو ركبت بقى استراب ميتال او جلد اكيد هتقل لك شويه من الساعه، بس برضه هتبقى خفيفه يعني مش هتضايقك خالص طول ما انت لابسها في ايدك، حتى لو عايز تنام بيها فمفيش اي مشكله. لما شفت الساعه كده اول مره حسيت ان الملمس بتاعها كويس، ما حسيتش ان هي يعني ساعه رخيصه ولا زي ساعات الضرب اللي بتتباع في السوق. كمان الاستراب واخد لمعه كده علشان ما يحسسكش ان انت ماشي بساعه اي كلام، وكمان الساعه هنا فيها مايك وسبيكر عشان تستخدمها في المكالمات، ونجربهم برضو مع بعض كمان شويه، مكانهم تحت على الشمال. واللي عجبني كمان ان الساعه دي مقاومه للميه بشهاده IP68، يعني لحد عمق 1.5 متر. طبعا دي كده هتبقى مناسبه لو انت هتاخد دش مثلا بيها مفيش مشكله، لو هتتوضى، لو هتلعب اي رياضه ما تقلقش خالص ان الساعه دي يحصل لها اي حاجه من الميه، ولو يعني خطفت بيها نازله سريعه كده لحمام سباحه في عمق قليل. انما اكيد مش هتنفع بقى للغطس 5 متر و10 متر والحاجات دي، بس هي كويس جدا ان هي فيها شهاده مقاومه ميه معتمده IP68. البطارية هنا 250 ملي امبير، وعاوز اقول لك ان هي تديك تجربة مرضية، يعني انا في تجربتي كده ليها الساعة دي قعدت معايا 4 ايام، وممكن توصل لخمس ايام استخدام متوسط، ويعني لو هتشغل بقى باور سيفنج والكلام ده هتعدي معاك الاسبوع، وده وقت كويس جدا. الفكرة انك مش هتحتاج تشحن الساعة دي كل يوم، لان دي بتبقى حاجة رخمة جدا. الساعة دي هتشحنها كل 3-4-5 ايام. طيب عاوز تشحنها، معاك شاحن جوه العلبة بيتلزق مغناطيس ماجنتيك في ظهر الساعة وبيلزق كويس ومفيهوش اي مشكله، وبيشحن الساعه بالكامل في حوالي ساعتين. هو وقت طويل شويه، بس زي ما قلت لك انت مش هتشحن الساعه دي كل يوم، وكمان لو انت يعني مستعجل فممكن تشحنها بس 10 دقائق هتكفيك يوم، فدي حاجه كويسه جدا. نيجي بقى نشوف الشاشه، واللي هي يعتبر من اهم المميزات اللي موجوده في الساعه دي. هي زي ما قلت لك بحجم 1.39 بوصه، من نوع TFT مش AMOLED، بسطوع بيوصل لحد 500 نتس وبدقه تقريبا HD. وعاوز اقول لك انت لما تشوف شاشه الساعه دي مش هتحس ان هي TFT اي كلام، ولا ان هي ساعه اقتصاديه رخيصه فوحشه فمش هتشوفها كويس، لا انت هنا هتاخد تجربه مرضيه جدا على قد سعر الساعه دي، ويمكن احسن كمان. هتدي لك تباين الوان مقبول جدا على ان الشاشه اللي هنا TFT، والسطوع بتاعها تحت الشمس كويس جدا، يعني 500 نتس وده رقم كويس جدا، يعني ما تقلقش بقى لو الشمس قويه هتيجي تبص على الساعه هتشوفها، مش الجو بقى بتاع الساعات الثانيه اللي هي ما بتشوفهاش والكلام ده، فدي حاجه كويسه جدا. في هنا عندك كذا درجه سطوع، بس الفكره ان انت هنا ما عندكش اوتو برايتنس، يعني هو انت بتتحكم
متحكم في درجة السطوع مانيوال، وانا في معظم الوقت كنت مخلي السطوع على اقل درجة وشايف الشاشة بتاعت الساعة كويس جدا. وما تقلقش بقى من حتة البكسلة والحاجات دي وتحس ان انت لما تيجي تشوف الشاشة كده تحس ان هي مبكسلة، لا مفيش الكلام ده هنا. ودرجة تشبع الالوان زي ما قلت لك مقبولة جدا وكويسة جدا على ان الشاشة اللي هنا تي اف تي. وطبعا من الحاجات الرخمة ان الساعات اللي سعرها قليل بتلاقي حساسية اللمسة على الشاشة بتاعت الساعة وحشة، مفيش الكلام ده هنا. الساعة هنا حساسية اللمسة بتاعتها كويسة جدا، هتقدر ان انت تتحكم في القوائم، تروح يمين وشمال فوق وتحت، تقلب في المنيو، تعمل اي حاجة بسرعة على الشاشة هنا من غير ما تحس ان التاتش بطيء او الكلام ده، فدي حاجة كويسة برضو في الساعة اللي هنا. طيب تعالوا بقى نشوف ايه اللي ممكن تعمله في الساعة دي. لما بتسحب من فوق في الشاشة هتلاقي الاختصارات زي التحكم في سطوع الشاشة او تشغيل الباور سيفنج مود او انك تخلي الساعة سايلنت او تقفل المكالمات، يعني ما تردش او تعمل مكالمات من الساعة او تشغلها وتقفلها. لما بتسحب من تحت في الشاشة بتلاقي المنيو بتاعت الساعة اللي بيبقى فيها الاعدادات وانظمة التمارين والمنبه وغيره. وكمان في 3 اشكال للمنيو تقدر تختار بينهم اللي يعجبك، الشكل الافتراضي بتاع الساعة، وفي شكل تاني بيبقى شبه شوية الستايل بتاع ساعات ابل، وفي شكل تالت برضو كويس اللي هو دائري وبتلف حوالين كده القوائم. فكل الاشكال لذيذة بس انا عجبني اكتر الشكل التاني والاولاني. لو سحبت يمين بتلاقي الاختصارات او الويدجتس الاساسية اللي بتقدر تتحكم فيها وتغيرها براحتك، زي ملخص التمارين، الطقس، عدد الخطوات اللي مشيتها، والنوم اللي هو يعني انت نمت قد ايه، ومعدل ضربات القلب وغيره. اما لو سحبت من الشمال فهتلاقي شويه اختصارات زي المكالمات والتحكم في تشغيل الموسيقى والاعدادات. لما بترفع ايدك وتبص على الساعه هتلاقيها نورت معاك عشان تعرف الساعه كام دلوقتي، هي بس فيها لاج 0.1 ثانيه يعني، بس كويسه شغاله ومش بتعلق. كل مره هترفع ايدك الشاشه هتنور وهتشوف الساعه. وعشان تتعمق اكتر في اعدادات الساعه دي فانت لازم تثقب الابلكيشن بتاعها. الساعه هنا بتشتغل ببرنامج اسمه رايم ووتش، والبرنامج ده موجود على جوجل بلاي وموجود على الاب ستور. ولو انت مكسل يعني تدور عليه فاول ما تفتح الساعه دي هتلاقيها فاتحه لك كيو ار كود، تسكانه من الكاميرا بتاعت موبايلك هيفتح لك لينك تحميل الابلكيشن على الموبايل بتاعك. وزي ما قلت لك بتشتغل على اندرويد وعلى الايفون. بعد بقى ما تثقب البرنامج اللي عجبني بقى في اورايمو ان هي عامله لك بروفايل مش مجرد كده ابلكيشن وخلاص. ميزه البروفايل ان انت بتحفظ الداتا بتاعتك على الابلكيشن بتاع اورايمو، فلما تيجي تغير ساعتك مثلا بساعه ثانيه اورايمو احدث هتلاقي كل الداتا بتاعتك موجوده على الاكونت بتاعك، فدي حاجه كويسه يعني. الموضوع ده في هواوي هيلث وانا مبسوط بيه جدا، فكويس ان اورايمو عامله حاجه شبهها. المهم بعد ما بتعمل بروفايلك وتدخل بقى اسمك وسنك وبياناتك والحاجات دي كلها، خلاص كده انت بقى معاك الابلكيشن دلوقتي. خلاص خلينا بقى نظبط الابلكيشن ونشوف ايه اللي ممكن نعمله من خلاله. اول بقى ما بتفتح التطبيق وبعد ما تدخل بروفايلك بتلاقي ان انت بتحدد هدف معين مثلا للرياضه او المشي، انت عايز مثلا تمشي عدد خطوات معين، بتحدد الهدف ده وهو بيظهر لك في بروفايلك على الابلكيشن. وكمان بيظهر لك عدد السعرات اللي انت بتحرقها من الرياضه والتمارين والمشي ووقت ممارستك للرياضه، يعني اتمرنت مثلا قد ايه، مشيت قد ايه، حرقت كالوريز قد ايه. كمان بيظهر لك في بروفايلك معدل ضربات القلب بتاعتك ونسبه الاكسجين في الدم وملخص نومك. وكمان في تاب للتمارين وتاب تانية للساعه المتصله على الابلكيشن. ولما تدوس بقى على الساعه دي هتلاقي بيانات الساعه، نسبه البطاريه فيها، هي متوصله بالبلوتوس ولا لا، والمناسبه الساعه دي بتدعم بلوتوس اصدار 5.2. وكمان هتلاقي الحاجه المهمه جدا لاي ساعه اكيد انت بتسال عليها هي الووتش فيسز او الاشكال بتاعه الساعه، لان دي اكيد الحاجه اللي بتهمنا كلنا علشان يعني دي اللي بتخلي الساعه تليق مع اللبس اللي احنا لابسينه. هنا بقى اسمها دايل سنتر وعندك اكتر من 150 شكل، وممكن كمان لو ما عجبكش ال 150 شكل دول فانت تعمل ووتش فيس على مزاجك، تحط صورتك مثلا وتظبط التاريخ والوقت يظهروا فوقيها باللون اللي انت عاوزه. الفكره ان الساعه هنا بتحتفظ ب6 ووتش فيسز بس مش اكتر من كده، ودي حاجه بصراحه ما عجبتنيش. انا شايف ان الساعه دي كان المفروض تحتفظ بعدد اكبر شويه، لان 6 ووتش فيس قليل، بس اوكي خلينا نعدي النقطه دي علشان المميزات الكتير اللي موجوده في الساعه اللي هنا. وفي برضه نقطه ثانيه ان الووتش فيس هنا او الساعه وهي منوره بتفضل شغاله 15 ثانيه بس، ده حد اقصى، وممكن تخليها كمان 10 او 5. ده طبعا علشان الساعه توفر معاك في البطاريه، لان الشاشه زي ما قلت لكم تي اف تي مش اموليد، فده معناه ان هي هتستهلك في البطاريه اكتر طول ما هي شغاله. فحتى ميزه الاولوز اون ديسبلاي يعني ان شاشه الساعه تفضل منوره في ايدك مش موجوده علشان تحافظ على البطاريه. وكمان في اعدادات الساعه من تطبيق اورايمو تقدر تختار ايه البرامج اللي يجي منها اشعارات تظهر لك على الساعه بتاعتك، وجربتها شغاله كويس جدا وبتدعم العربي، والساعه نفسها كمان بتدعم العربي، ممكن تخلي القوائم كلها عربي وكده. هو الفونت بس اللي ظاهر بيه العربي مش افضل حاجه، بس هو مش مكسر، لا هو ملزوق في بعض عادي، بس هو شكل الفونت يعني مش افضل حاجه، بس انا بصراحه كنت مخليها في تجربتي انجليزي عادي. ولو حد مثلا بيتصل بيك وانت مش عارف ترد وعمال تكنسل وهو بيتصل تاني، فكلنا اكيد عندنا الشخصيات دي يعني،
يعني ممكن تحدد 5 ردود جاهزه من خلال الابلكيشن بتاع الساعه ان انت تختار رد تبعته له، وممكن تكتب بالعربي عادي في الردود الجاهزه دي. كمان لو انت عاوز تتصل بسرعه من الساعه بتاعتك، فانت ممكن تسجل لحد 100 رقم من الكونتاكتس اللي موجودين على موبايلك تحطهم على الساعه عشان تتصل بسرعه من خلالها، او ممكن عادي تتصل برقم انت حافظه مثلا من خلال الساعه على طول. وكمان في ميزه عجبتني جدا في الساعه هنا طارئ. طبعا كلنا ممكن نتعرض لموقف مش حلو، موقف طوارئ، حد حصل له حاجه، فانت ممكن تحدد رقم معين الساعه تتصل بيه لو حاله طوارئ حصلت. طيب هتقولي ازاي الساعه تعرف ان في حاله طارئه؟ اقول لك يعني هي مش ذكيه لدرجه ان هي تحس ان انت وقعت والكلام ده، لا، انت لو دوست 3 تكات بسرعه ورا بعض على الساعه هتتصل بالحد اللي انت محدده ان هو ده الحد الساعه تتواصل معاه لو حصل لك حاجه لا قدر الله. وده برضو تقدر تتحكم فيه من خلال التطبيق بتاع اورايون. وكمان لو مش لاقي الساعه فانت ممكن من خلال التطبيق تدور عليها، والعكس برضو لو انت مش لاقي موبايلك فمن خلال الساعه تدور على الموبايل. وكمان في ميزه حلوه ان انت لو بعدت شويه عن موبايلك والساعه في ايدك، اول ما بتفصل الكونكشن مع الموبايل بتاعك بتبعت لك نوتيفيكيشن، بتعمل لك فايبريشن كده تقول لك خلي بالك ان كده البلوتوث قفل وان انت بعدت عن الموبايل بتاعك عشان ما تنساش موبايلك في حد. وفي التبه الاخيره للبرنامج هتلاقي شويه اذونات لازم تديها للتطبيق علشان يشتغل في الباك جراوند بتاع موبايلك ويبقى ليه اكسس على كل النوتيفيكيشنز والاتصالات اللي بتجيلك علشان توصلك على الساعه. نيجي لميزه مهمه موجوده في الساعه دي، وهي ميزه المكالمات، واللي كل الناس بتدور عليها دلوقتي في الساعه السمارت بتاعها. ما تفهمش الناس كلها عايزه ترد من الساعه، مش عايزين يردوا من الموبايل، فماشي اوكي خلينا كده نجرب مع بعض تجربه مكالمات على الساعه اللي هنا. دلوقتي الموبايل بيرن والساعه كمان بترن وبتعمل صوت، وده كده الصوت اللي الساعه بتعمله، صوتها عالي قوي، بتعمل فايبريشن كمان خفيف كده. ماشي اوكي خلينا نرد. الو الو، ازيك يا هشام عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله. سامعني كويس؟ انا سامعك كويس جدا، انت سامعني كويس؟ انا سامعك يعني بس خلي بالك برضو ان انا في مكان هادي، انا في الاستوديو يعني مفيش دوشه، ومقرب كده دلوقتي السماعه من ودني شويه فسامعك، بس اكيد لو في مكان دوشه يعني هيبقى الموضوع هيبقى صعب شويه. بس انت سامعني كويس صح؟ مش حاسس ان انا بتكلم من حاجه الكواليتي بتاعه المايك بتاعها قليله او اي حاجه من الحاجات دي؟ لا صوتك واضح. تشكرين يا هشام والله تعبتك. العفو. سلام. وطبعا عشان تشغل ميزه المكالمات دي وتقدر ان هي توصلك على الساعه، فلازم توصل الساعه دي من خلال التطبيق ومن خلال البلوتوث بتاع موبايلك عشان ياكسس على المكالمات بتاعتك. واخر حاجه هنتكلم عليها دلوقتي هي انظمه الصحه والرياضه اللي موجوده في الساعه هنا. عندك اكتر من 120 نظام رياضي موجود على الساعه اللي هنا، وتقدر تظبطهم على كيفك من خلال التطبيق بتاع الساعه. تطبيق الساعه تقدر انت تفتحه وتضيف بقى برامج رياضيه تانية يبقوا ظاهرين على الساعه بتاعتك، الحاجات اللي انت بتلعبها بس، فدي حاجه كويسه. وعايز اقول لك ان انا جربتها في ماتش كوره كده ساعه، وقدرت تقيس لي عادي الكالوريز اللي حرقتها وجريت قد ايه والحاجات دي كلها بشكل انا شايفه ان هو شبه دقيق. وكمان الساعه هنا بتقيس معدل ضربات القلب، اللي دي حاجه بقت مهمه وضروريه عند ناس كتير، ونسبه الاكسجين في الدم، وكمان بتقيس مدى كفاءه نومك، نمت كام ساعه والساعات اللي انت نمتها دي قد ايه بقى ديب سليب، يعني نوم عميق وقد ايه نوم خفيف لو انت حد علوق كده مش عارف ينام. فكل الكلام ده الساعه هتقيسه لك وانت نايم، وده من خلال البايومتريك سنسورز اللي موجوده في ظهر الساعه والذكاء الاصطناعي. وكمان الساعه هنا بتفكرك ان انت تشرب ميه لو انت من الناس اللي بتنفض وتقعد تشتغل وما تشربش ميه خالص، ممكن تظبطها من خلال الابلكيشن ان هي تبعت لك تنبيه ان انت تشرب ميه كل فتره. وكمان برضو لو انت بتقعد كتير على مكتب فهي برضو ممكن تظبطها من خلال الابلكيشن ان انت تبعت لك تنبيه وتقول لك قوم اقف حرك نفسك علشان ما ينفعش القعده الطويله اللي انت قاعدها. كمان الساعه هنا فيها فايبريشن ب3 درجات، عاوز اقول لك ان اقل درجه فيه قويه، فانا اكيد ما كنتش استحمل ان انا اخليها على اعلى درجه فيه عشان ايدي ما تفضلش تعمل كده. نيجي دلوقتي لاهم نقطه وهي سعر الساعه دي. الاورايمو واتش 2 ار موجوده نسخه واحده بالاستيراد بالسيليكون اللي معايا بسعر 1899 جنيه، ولو اشتريتها من الموقع الرسمي بتاع اورايمو في مصر هتاخد خصم 10% زياده من خلال كوبون الخصم اللي هسيبه لك على الشاشه قدامك، وزي ما قلت لك هتاخد ضمان سنه على الساعه وتوصيل مجاني لكل المحافظات. فمن الاخر كده زي ما شفت الاورايمو واتش 2 ار ساعه مناسبه جدا لو انت بتدور على ساعه سمارت في حدود 1600 جنيه تقريبا بعد الخصم، هتدي لك شكل كويس، تجربه كويسه، ما فيهاش مشاكل، ما فيهاش تهنيجات، ليها ابلكيشن كويس ببروفايل بايميل بباسورد، كل الحاجات دي مهمه يا جماعه وانت بتشتري ساعه سمارت. سيبكوا بقى من الساعات اللي هي الضرب بالابلكيشنز اللي ملهاش لازمه، في نفس الوقت ليها ضمان وسعرها مش غالي زي ما احنا شايفين. دلوقتي انا خلصت الفيديو، اكيد تتاكد ان انت عملت
لايك جميل لعطش الاول وتكتب لي كومنت وتقول لي ايه رايك في المميزات اللي انت تاخدها من الاوريمو واتش 2R. هل انت شايفها فعلا ساعه منافسه؟ ولو ليك تجربه كويسه مع ساعه سمارت تانية ليها ضمان ابلكيشن كويس مش بتهنج في رينج من 1500 ل 2000 جنيه اكتب لنا اسم الساعه دي، وتتاكد دلوقتي ان انت عامل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب. اشوفك في حلقه جديده من حلقات موبيزل. كان معاكم احمد سعيد، سلام.